السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بنتعلم الدرس الثالث في الوحدة التاسعة للصف السادس. بنتعلم ان نوجد الـ area of trapezoids. الترابيزويد هو شكل رباعي، وهو بالعربي احنا نسميه شبه المنحرف. هدفنا اليوم ان احنا نوجد، اول شيء نتعرف على الترابيزويد، نتعرف على الاضلاع المهمة فيه، وبعدين نوجد الـ area اللي تخصه. طبعا هني انا يهمني ان الطالبة تشوف هذا الفيديو، بحاول ادمج فيه الف لان الف دائما في افكار اكثر. You are wrapping a present for a friend. You forgot to buy new wrapping paper, but you have a leftover piece. It is shaped like a trapezoid and you want to know if it will be enough to cover the present. هذا الشكل احنا نسميه ترابيزويد، شبه منحرف. شو اللي يميز هذا الشكل عن بقية الأشكال؟ ان فيه بس ضلعين يكونون متوازيين، بس الضلعين عندي يكونون متوازيين والأضلاع الأخرى منحرفة، فعشان كذي احنا نسميه شبه المنحرف. Remember the area is the size of the surface. To find the area of a trapezoid, the formula is 1/2 times the height times the sum of base 1 plus base 2. First, you need to identify the height. هني الطالبة بتعرف القانون، يشبه قانون المثلث بالضبط، لكن فيه اختلاف. بدل ما تكون عندي بي وحدة تكون عندي ثنتين. ليش؟ لأن هني عندي ضلعين يعتبرون البيس، البيس الأول والبيس الثاني. فهني هذول الضلعين أول شيء بجمعهم، وبعدين الناتج مالهم بضربه في الاتش، بضربه في النص. اذا كيف اعرف البيس الاول والبيس الثاني؟ الضلعين اللي يتوازون متوازيين تماما، هذا اللي يسمونهم parallel lines. فالبيس الاول والبيس الثاني، الضلع الواصل بينهم لازم يكون عمودي عليهم، هذا نسميه الهايت. الهايت ممكن يكون داخل الشكل، ممكن يكون جزء من الشكل، جزء من ضلع من اضلاعه، وممكن يكون خارج الشكل. طبعا انا بعرض لكم الرسومات اللي على الشبه المنحرف. خلنا نكمل هني. And the bases. The height of this trapezoid is 12 centimeters. The first base is 10 centimeters and the second base is 14 centimeters. Then you substitute the values into the formula. إذا أنت عرفتي البيس الأول والبيس الثاني والهايت، بإمكانك تعوضينهم في الفورمولا اللي هي قانون الأريا. النص تنزل، بدل الاتش نحط 12، بين القوسين نجمع البيس الأول مع البيس الثاني. أول شيء علشان أحل لازم أبدأ بالقوس وأحل اللي داخل القوس، وبعدين تستوي مسألة سهلة عبارة عن ضرب عادي. Finally, you solve the equation. نطالع هني شو صار. 10 plus 14 يعطينا 24. نص ال 12 يعطينا 6، ونزلنا 24. 6 في ال 24 أعطانا 144. لازم نكتب اليونت اللي هي سنتيمتر سكوير. Don't forget that the units for area are always squared. The area of the trapezoid is 144 centimeters squared. In today's lesson, you will learn how to define and calculate the area of a trapezoid. إذا هذا هو الهدف المطلوب عندي. أوكي. هذا بالنسبة للفيديو، تعرفنا على الشكل. هني في الباوربوينت اللي عندي، عندي الترابيزويد. في شيء لازم تعرفنا ان الضلعين المتوازيين يكون واحد بي 1 والثاني بي 2، الضلع اللي واصل بينهم يكون عمودي، وهذه علامة ان عمودي يعني perpendicular to the other lines. هذا الضلع العمودي نسميه الهايت، وهذا القانون يشبه قانون المثلث، لكن بدل البي الوحدة احط ثنتين بي وبينهم عملية الجمع وكلهم داخل القوس. اوكي، نشوف اشكال الترابيزويد. هذا كله نسميه ترابيزويد. نطالع هني، انتي ركزي على ثلاثة اشياء، ضلعين متوازيين وضلع يوصل بينهم يكون عمودي.
هذا الضلع الأول، هذا الضلع الثاني، إذن هذه البي الأولى وهذه البي الثانية. أوكي، والضلع اللي بينهم العمود نسميه الهايد. إذن وحدة منها البي الأولى والثانية هي البي الثانية، والضلع اللي وصل بينهم إحنا نسميه الهايد. إذن هذه بي 1 أوكي، وهذه بي 2، وهذا الضلع اللي بينهم نسميه الهايد. نفس الشيء نطالع الشكل الثاني، الضلعين المتوازيين، هذا الضلع وهذا الضلع اللي هو هذا نسميه بي 1 وهذا نسميه بي 2، وهذا الواصل من بينهم وعمودي علامة التعامد هي هذه العلامة اللي هي المربع، اذا هذا نسميه اتش. هذا الشكل الثاني للترابيزويد. نشوف الشكل الثالث، ممكن يكون الضلع احد اضلاعه، شوفون هذا يعتبر الهايت ايضا، هذا يعتبر الهايت. انزين هني شوف الشكل الثالث، هذا الهايت، هذا البي 1 وهذا هو البي 2. اذا احنا هني تعرفنا على الاضلاع المهمه، بنرجع نشوف في الف كيف احنا بنحل هذا التمارين. اوكي، ايضا هذا الفيديو وايد مهم وبيحل لهم مثالين من الامثله وايد بيفيدهم. مشكله البنات يعدلنا. Let's look at calculating the area of a trapezoid again. When we need to find the area of a trapezoid, we always start with a formula 1/2 times the height times the sum of. اوكي، علشان نبدا ان نوجد الاريا لازم تكون الطالبه حافظه هذا القانون اللي هو نص ضرب الاتش ضرب البي. البي هذه عباره عن مجموع الثنتين القاعدتين بي 1 وبي 2 بين قوسين. اوكي، of the two bases. Next, we need to identify the height. Remember, that is shown by the right angle symbol. نتعرف على الهايت وكيف نعرفه من خلال العلامة المربع اللي موجودة عندنا. هذا المربع معناته أن هذا المربع هو عبارة عن شو؟ عن الضلع أو الزاوية القائمة، أن هذا عمودي، هذا عمودي. إذا هاي العلامة تدل على المربع. أوكي، تدل على التعامد. الضلع اللي فوق نسميه بي 1، الضلع اللي تحت نسميه بي 2. أوكي، الضلع هذا اللي في النص بينهن نسميه الاتش. ان شاء الله تكون الفكرة واضحة هني. نكمل الفيديو. By the bases. Remember that the bases are the two parallel sides of the trapezoid. Now we are ready to substitute the values into the formula. The next step is to solve the equation. We need to do what is in parentheses first. أول شيء عشان البنت تحل لازم تبدأ بالأقواس. 5 plus 7 يعطينا 12. الحين نص الأربعة 2، المفروض أن ننزل 2. 2 ضرب 12 يعطينا 24. نطالع. Next we will simplify the multiplication from left to right. We now have 24. Finally, we need to add the unit of measure squared. Let's try another example. Remember that trapezoids can look very different. It is very important to identify the measurements. ممكن الترابيزويد يكون مختلف عن الثاني، ما في داعي انهم يكونوا كلهم متشابهين. الفكرة انت لازم تعرفينها أن هني عندنا ضلعين متوازيين، واحد منهم بي 1 والثاني بي 2، لو بدلتي أماكنهم ما في أي مشكلة. الضلع اللي واصل بينهم لازم تكون عندي علامة التعامد اللي هي هذا المربع اللي موجود، معناته أن هذا عمودي، إذا هذا هو الهايت. So the height and the bases before you find the area. Again, start with the formula. Next, we need to identify the measurements of the height and the bases. Remember that the height is shown by the right angle symbol. Now we are ready to substitute the values into the formula.
حطينا الأرقام في الفورمولا B1 12 وB2 عندنا 14 والH عندنا 16. أول شيء ابدأي بالقوس 12 plus 14 يعطينا 26 وبتنزل عندنا. بعدين أضرب من اليسار إلى اليمين نص 16 8 8 ضرب 26 ونطلع النتيجة. The next step is to solve the equation. We need to do what is in parentheses first. Next, we will solve the multiplication from left to right. Finally, we need to add the unit of measure squared. Now, you are ready to try it on your own. Okay. هني الطالبة بإمكانها تكمل وتحل التمارين. بحل معاكم التمارين من Check Understanding 1. بحل ثلاثة أنواع أو أربع أنواع مختلفة. نشوف التمارين اللي عندنا. Find the area of the trapezoid with أعطانا الـ height 30 سنتيمتر، الـ base 1 10 والـ base 2 عندنا 12. هني أول شيء الطالبة المفروض تكتب القانون. شو هو القانون اللي المفروض تكتبه؟ الـ area قانونها الـ area تساوي نص ضرب الهايت ضرب بين قوسين البي الأولى زائد بي الثانية. الحين أنا ببدأ أعوض. التعويض يكون محل الأرقام اللي عندنا النص تنزل الرموز اللي عندنا. الهايت عندي في التمرين 30 بين قوسين المفروض اني اجمع الـ 10 مع الـ 12. اوكي، اول شيء الطالبة المفروض انها تبدأ بالقوس. Ten plus 12 يعطينا 22. هني بما أن كلهم ضرب عملية حسابية واحدة اللي هي الضرب بنبدأ من اليسار إلى اليمين. نص 30 عندي 15 اللي هي 15 مضروبة في 22. فنص 30 15 في 22 يعطينا كم؟ يعطينا 330 15 multiply by 22 يعطينا 330 سنتيمتر سكوير. هذا النوع الأول وهذه طريقته، وعلى ما أظن أنها واضحة. نشوف التمرين الثاني نفس الفكرة بالضبط، لكن هالمرة أعطاكم إياها في صورة رسمة. نشوف هني الشكل اللي موجود عندي، شو الأشياء اللي موجودة. Find the area of the trapezoid. أعطيكم إن B1 7، إذن هذه هي B1، إذن هذه هي B1، أكتبها هني B1 زين. وعطينا أن B2 10، إذن بنزل عند B2 اللي هي 10. كيف أنا أعرفهم حتى لو ما أعطاني إياهم؟ أنهم متوازيين مع بعض على نفس الموازاة. إذن B2 الهايت هو 8، إذن نكتب هني أن هذا هو الهايت. أول شيء مثل ما تعودت الحين في كل الدروس اللي قبل لازم أكتب القانون. الأريا تساوي نص ضرب الهايت ضرب، افتح القوس الاول B1 plus B2 وسكر القوس. الحين ببدأ اعوض. بتنزل عندي النص ضرب الهايت عندي 8 ضرب، افتح القوس البي الاولى 7 بلس البي الثانية عندي 10. دائما وأبدا أبدأ بالأقواس في البداية.
إذن هني 7 plus 10 يعطينا 17. إذن هني أنا بنزل اللي أنا موجود عندي equal multiply by 8 multiply by 7 plus 10 يعطينا 17. أوكي، نص الثمانية نبدأ من اليسار الحين. نص الثمانية half of 8 عندنا 4 multiply by 17 يعطيني النتيجة المطلوبة اللي هي 68. إذن 4 multiply by 17 يعطينا 68 square centimeter or centimeter to the power 2. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أوكي، نشوف هذا نفس النوع اللي احنا حليناه، وهذا نفسه بالضبط، وهذا ايضا نفسه، هذا نفسه. نشوف هذا النوع من التمارين ترابيزويد لكن شكل مختلف. هني ما حدد لهم البيس الاول، ولا حدد لهم البيس الثاني، ولا حدد لهم الهايت. انا كيف اعرفن؟ اعرف ان هذا يوازي هذا على نفس الاستقامة، نفس الامتداد. إذن هذا هو البي الأولى، وهذه هي شو؟ البي الثانية. زين، الضلع اللي يوصلن بينهم عنده علامة التعامد أو perpendicular line، لازم هذا هو بيكون الهايت. إذن أنا هني عرفت البي الأولى، عرفت البي الثانية، عرفت الهايت. إذن بإمكاني أكتب القانون: الأريا تساوي نص ضرب الهايت ضرب افتح قوس بي 1 بلس بي 2. هني ببدا اعوض، اوكي ارد اكتب القانون مره ثانيه، تلخبط هني عندي النظام. اي ايكوال نص ضرب H ضرب افتح القوس B1 plus B2. اوكي، والحين ببدأ اعوض بالارقام اللي انا عندي. شو عندي؟ عندي النص تنزل، الهايت كم عندي في التمرين؟ عندي هني الهايت 2، اذا بحط محل ال H 2 ضرب افتح القوس. داخل القوس انا شو احط؟ البي 1 والبي 2. البي 1 عندي 4 والبي 2 عندي 7، اذا اعوض مكانها 4 بلس 7 واسكر القوس. الحين دائما وابدا نبدا بالبراكتس القوس، فبنزل هذا الى كلهن اللي قبل، نص ضرب 2 ضرب 4 بلس 7 يعطيني 11. الحين ببدأ أني أحل نص الاثنين، نص الاثنين يعطينا 1 multiply by 11 يعطينا 11، وهذه هي الإجابة حاطي لكم إياها. على ما أظن أن الفكرة صارت واضحة أكثر. نشوف التمرين اللي بعده، نفس التمرين بالضبط لكن غيروا الأرقام، نفس التمرين بالضبط مع تغيير الأرقام. نشوف هذا التمرين ايضا مو بحاط لكم البيس ولا حاط لكم الهايت وين مكانهن. انت طالب المفروض تعرفها اماكنهن. الضلعين المتقابلين المتوازيين، واحد منهم نسميه بي 1 والثاني نسميه بي 2. اذا هذا نسميه بي 1 وهذا نسميه بي 2. والهايت كيف اعرفه؟ واصل بينهن وعد تحته المربع يدل على أنه عمودي، إذن هذا هو الـ H. أوكي، الحين أنا بكتب القانون: الـ area تساوي نص ضرب الـ height ضرب أفتح القوس، عندي الـ base 2 أجمعهم وأبدأ أعوض.
النص تنزل ضرب الهايت عندي في التمرين كم؟ 4 اذا بحط 4. البي 1 عندي كم في التمرين؟ 2 اذا بحط 2. البي 2 عندي كم في التمرين؟ 6 اذا بحط 6. لو تلاحظون الارقام سهله وبسيطه. دائما ابدا بالقوس، دائما ابدا بشو؟ القوس 1 over 2 multiply by 4 multiply by القوس عندي كم؟ 2 plus 6 شو يعطينا؟ يعطينا 8. اوكي نص الأربعة 2، 2 ضرب 8 يعطينا 16، إذن 16 سنتيمتر سكوير. هذه هي فكرة التمرين أو الدرس، هاي الفكرة الأساسية كيف نوجد الأريا. البارت الثاني أن نوجد الميسينج سايد، البارت الثاني أن نوجد الميسينج سايد. فبطبق معاكم تطبيق مباشر. اوكي هذا التمرين اللي موجود عندي، بطبق معاكم تطبيق مباشر على اللي احنا نعرفه. فاول شيء بحدد الاضلاع اللي عندي، شو اللي موجود عندي؟ هذا الضلع وهذا الضلع، وبنقرأ السؤال. Find the height، الهايت مجهول، of the given trapezoid، هذا trapezoid والهايت مجهول. إذن هذا هو الضلع الأول نسميه B1، هذا هو الضلع الثاني نسميه B2، والأريا هذه هي موجودة عندي الأريا A، أوكي، والهايت مجهولة. إذا أنا ما بغير خطتي، هي نفس الخطة بالضبط بنفس الطريقة. الأريا تساوي نص ضرب الهايت ضرب بين قوسين بي 1 بلس بي 2. الحين أنا ببدأ أعوض محل اللي أنا أعرفه. شو اللي موجود عندي في التمرين؟ عندي الأريا، إذا بشل الأ وبحط محلها 70، بعدين يساوي بحط النص ضرب الهايت هو المجهول أخليه مثل ما هو، البي 1 والبي 2 أعرفهن اللي هن 10 بلس 18. أوكي هني ببدأ مثل ما احنا سوينا بالضبط، ما بغير شيء، ببدأ بالقوس. اذا بينزل عندي 70 النص تنزل multiply by height multiply by القوس لو جمعتها 10 plus 18 يعطيني 28. اوكي انا اول شيء بخلص وبسط هذه الجهة، نص 28 شو يعطيني؟ 14. إذن هني بدل ما أكتب النص والثمانية وعشرين فبكتب 14. إذن بتنزل عندي 70 وبينزل عندي 14 مضروبة في الاتش. الحين علشان أحل هذا التمرين لازم أخلي اتش بروحها، فأنا هني شو بسوي؟ شو بسوي؟ بقسم كل الجهتين عكس عملية الضرب عملية القسمة، فأنا هني بقسم على 14 كل الجهتين. الأربعة عشر هذه تروح مع هذه، بتطلع عندي الـ H عبارة عن 70 تقسيم 14 يعطينا 5. إذن الهايت كم طوله؟ 5 سنتيمتر. على ما أظن أن الفكرة صارت واضحة، لكن بحل معاكم أكثر من تمرين. أوكي نشوف هني، هذا تمرين أعطاهم إياه كتابي لكن بدون
ما يرسم لهم، أعطاهم المعلومات وهني وجدن. فبحلها معاكم على طرف، هذا هو التمرين. فهني شو بنسوي؟ The height of the trapezoid، حطي في الفراغ الإجابة الصحيحة. Give the area، given the area of the trapezoid 45. إذن الأريا أعطاني معلومة هني أن الأريا كم؟ 45. إذن أنا بكتب هني الـ A equal 45، هاي المعلومة الأولى. نشوف المعلومة الثانية. And the base length are 25 and 20. أنا ما يهمني أي واحد منهم الأول وأي واحد منهم الثاني، عادي لو نبدل أماكنهم. البيس الأول 25، ولو غيرتي الثاني مو مشكلة. والبيس الثاني 20. أوكي. والمطلوب عندي الهايت. إذن هني أنا شو بسوي؟ أول شي أكتب القانون. Area تساوي نص ضرب الهايت ضرب بين قوسين أحط ب الأولى زائد ب الثانية. هل أنا غيرت في خطتي وطريقتي؟ لا، نفس الشيء. الحين ببدأ أعوض محل الرموز اللي عندي. الرمز الأول اللي عندي اللي هو الـ A، فبحط محله 45. النص تنزل ضرب الاتش مجهولة فبتم مجهولة ضرب محل الرموز بي 1 وبي 2 عندي 25 بلس 20. اوكي، الحين انا علشان احل هذا التمرين ببدأ بالقوس 45 تساوي نص تنزل ضرب الاتش تنزل ضرب 25 بلس 20 يعطينا 45. هني عندي اكثر من طريقه للحل. ممكن بما ان هذيل الثنتين متشابهات اقسم على 45 وتروح وتكون هذه 1، وممكن احل بالطريقه اللي متعودين عليها. نص ال 45 يعطينا 22.5. نص ال 45 عندنا 22.5. فأنا هني لو حسبته فبتكون عندي هني 45، هذه مثل ما هي ما تتغير. نص ال 45 22.5 multiply by h. أوكي، عكس عملية الضرب هي عملية شو؟ القسمة. أنا ما حبيت أغير طريقتهم على أساس أنها تمشي على نفس النمط. هني الطالبة بتقسم صفر الخط شوي على 22.5 كل الجهتين 22.5. أوكي، أرد أكتبها بصورة أفضل، فبنكتب هني 22.5. أوكي، هذه تروح مع هذه اللي تحت، فبتبقى عندي على طرف بنحل h تساوي 45 over 22.5. هني الطالبة عارفة من الفصل الدراسي الأول أن إذا عندي بوينت تحت في الدينومينيتر ما أقدر أقسم مباشرة، فبحول البوينت للجهة، بحرك البوينت لليمين عشان أتخلص منها. نفس الشيء هذا الرقم ما في بوينت لكن على يمينه يكون في بوينت، تتحرك أيضا ناحية اليمين ويحل مكان الفاضي زيرو. إذا بتكون الـ H تساوي 450 divide by 225. أرقام كبيرة مثل هذه بإمكان الطالبة في النهاية تطلع الإجابة باستخدام الكالكوليتر، فبتطلع لي تقريبا 2. إذن ليش؟ لأن 225 هي نص الـ 450، إذن الإجابة هنا المفروض تكون 2. هذا بالنسبة لهذا التمرين.
نرجع للتمارين الأخرى. هذا حلينا، هذا حلينا الحين قبل شوي طلعت الإجابة 2 الحمد لله. فنشوف التمرين اللي بعده نفس الفكرة بالضبط، بندور على تمرين في فكرة على أساس أننا نقدر نحل أكبر قدر من التمارين. نشوف هذا التمرين رسمته شوية غريبة على البنات، فما يخالف لو إحنا حليناه. شو الأشياء اللي موجودة عندي في التمرين؟ ما عطاني أي معلومة غير الرسمة. الأريا موجودة، الضلعين متوازيين متقابلين، واحد منهم بيكون B1 والثاني بيكون B2، والمطلوب find the height. إذا أكتب القانون، قانوني A equal نص ضرب الهايت ضرب بين قوسين B الأولى زائد B الثانية. أوكي، الحين الأريا عندي 32 تساوي نص، أنا عوضت محل الأريا ونزلت النص، ضرب الهايت مجهولة ضرب بين قوسين البي الأولى عندي 5 والبي الثانية عندي 3. أول شيء مثل ما تعودت أبدأ بالقوس، فبينزل عندي كل الباقي 32 تنزل، النص تنزل، الضرب تنزل، والإتش تنزل، أجمع العددين اللي في القوس يعطينا 8. لازم أبسط هذه الجهة اللي فيها الرمز، فيها رقمين أقدر أضربهم وأطلع ناتجهم. نص الثمانية عندي 4، إذا بتنزل عندي 32 تساوي نص نص الثمانية عندنا قلنا 4 في الإتش. هني على أساس أني أنا أحل الإكويجن هذه، الفور مضروبة في الإتش عكس عملية الضرب، هي عملية شو القسمة، فبقسم على فور كل الجهتين، تروح الفور مع الفور، فيبقى عندي الإتش تساوي 32 divided by 4. 32 divided by 4 تعطينا هذه الإجابة اللي هي 8. نكون بهذا خلصنا فكرة الجزء الثاني. الجزء الثالث نفس الجزء الثاني لكن يعطيهم مسائل من واقع الحياة. فبنشوف التمارين اللي عندنا. أوكي، يقولنا garden is in the shape of trapezoid. إذا شكل الجاردن هذه في صورة trapezoid. The base length of the garden are 5 متر and 12 متر. إذا البيس لينث، إذا طول البيس، إذا هذه بتكون بي الأولى وهذه بتكون بي الثانية، ولو بدلت أماكنهم عادي. The height of the garden is 10، إذا عطاني الهايت. Find the area of the garden، إذا أنا خطواتي بتكون واضحة. الأريا تساوي نص ضرب الإتش ضرب البي ون ضرب البي تو، لحظة، زائد البي ون، افتح القوس، بي ون زائد البي تو. الحين ببدأ أعوض، المطلوب مني الأريا، إذن الأي بتكون مجهولة، نص ضرب الاتش عندي في التمرين 10 اعطاني اياها، ضرب البيس الاول والثاني عندي واحد 5 والثاني 12، لو بدلتي اماكنهم قلنا عادي، اذا 5 + 12 ولا 12 + 5 ما يغير عندنا في التمرين اي شيء. فتنزل عندي هني الاريا تساوي، أول شيء بجمع اللي داخل القوس، تنزل عندي النص ضرب 10 ضرب 5 + 12 يعطينا 17. الحين ببدأ أحل من اليسار،
نص العشرة خمسة، خمسة ضرب السبعتاش، فبيعطينا النتيجة 85، نفس النتيجة اللي موجودة عندي. بهذه الطريقة احنا نحل التمارين. هذا له المسائل الكلامية، ممكن تكون على حديقة، على بورد، على اي شيء. اوكي، نشوف تمرين اخر نفس الفكرة بالضبط. يقولنا the height of trapezoid is سنتيمتر given the area. اوكي، هذا عكس لك اياها، المطلوب الهايت هني. بنحل هذه. Giving the area of trapezoid 75 and the base length 3 and 7. إذا هني أنا لازم أحدد الأشياء اللي عطيني إياهن. شو اللي عطاني؟ عطاني هذه هي الأريا، وعطاني البيس لينث. بيس لينث البي الأولى والبي الثانية. فإحنا هني بنطبق القانون. قانوننا من كثر ما عدنا المفروض الطالبة تحفظه. نص ضرب الاتش ضرب بين قوسين بي الأولى زائد بي الثانية. الحين ببدأ أعوض. الأريا أعطاني إياها في التمرين 75، فبحط محل الأريا 75. النص تنزل ضرب الاتش عندي كم؟ مجهولة. البي الأولى 3 والبي الثانية 7. اوكي، 75 تساوي، تنزل 75. الحين أول شيء أحل اللي داخل القوس. تنزل النص ضرب الاتش ضرب العشرة، نص العشرة أخلص الجهة هذه اللي في الجهة اليمين لأن فيها رقمين مضروبين في بعض لازم أبسطهم، فبتنزل عندي في البداية 75 يساوي نص العشرة. عندي خمسة، الخمسة هذه مضروبة في الاتش. أنا هني عندي عملية ضرب، فعكس الضرب عشان أخلي الرمز بروحه فبقسم على الفايف كل الجهتين. هذه الفايف تروح مع هذه الفايف، فبيتبقى عندي h تساوي 75 divide by 5. 75 divide by 5 يعطينا 15. إذن هني بتطلع لنا الهايت محلها هني المفروض أن نكتب 15. أوكي، الطريقة هي نفسها الجميع التمارين، لكن تعوضين محل الرقم. هذا التمرين احنا قد حليناه، هذا هو التمرين اللي حليناه الحين. التمارين الثانية هاي تشبهها، نفس الشيء نفس الشيء بالضبط. مسائل كلامية عادية، تحدد الأريا، تحدد البيس إذا أعطيها إياها. نشوف إذا في تمرين غريب بنحله مع بعض، وإذا ما في شيء نكون بهذا أنجزنا الدرس. ونكون بهذا أنجزنا الدرس، وإن شاء الله يا رب يكون هالمرة فاتكم أكثر.